قاعد وين وياي أم البنين وزينب والنون ونا واحدة شي صيحان وولي على المظلوم على المظلوم وويلا وويله على المظلوم على المظلوم وويلا ارفع صوتك وويله عباس ما تتعدد هواله وحيدي عاين بعينه ضحايا جملة رجال ودع لي أبو السجاد ودع جملة أطفاله ولن المهر يا عباس دم نحر يراويني صيح واويلي واويلي اسمع زينب شو تقول تقول غصب فريت مدهوشة وفرت جملة أطفاله وشفت على الثرى مطروح تقدر تسمع يا لا يجر ولا على عياله وشفت الشمر يا معباس داس حسين بن أنا شفت حسين يا معباس داس الشمر بنعلم أريد أن بس ودعا وهو ما يخليني وويلي الختام هذه إلى النساء خاصة قامت أم البنين تصرخ على الحسين زينب ما تريد يرتفع صوت أم البنين إش صاحت صاحت صوت يا معباس قوم الحجرة العباس إيه والله صاحت صوت يا معباس قوم الحجرة العباس ترى إليك تحفة سفر عندي ولا ودي تشوف الله جايبة زينب وياها صاغة إي والله دم جفوف أبو فاضل دم جفوف أبو فاضل ودم عيلة ودم الرأس وللم البنين الصيح يا زينب شعبتيني هالتحفة الجبتيها هلو كل الهل بيها عجب ما فارقت روحك على رجال فقدتيها حتى يزيد وعوان مجالسهم دخلتي يا